السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا برنامج من البرامج القوية جدا بخصوص الجرافيكس والرندر اسمه بيوند كاد. تعالوا نشوف مع بعض. هنلاقي هنا ان انا اقدر احط اشخاص، احط سيارات، احط اشجار وهكذا، حاجات كتيرة في اللاندسكيب. طيب خلينا نشوف في الانفرا كده، دي الروت سيكشن. ممكن اقول مثلا ان انا عايز احط طريق من الطرق، مثلا بالشكل دوت. ممكن اقول له ان انا عايز احط شجرة مثلا، في انواع كتيرة من الاشجار، مكتبة كاملة موجودة. وانت تلاحظ ان في حركة كده للهواء موجودة في قلب الشجر. ممكن اقول مثلا انا عايز سيارة من السيارات، في انواع كتيرة موجودة. ساعدك ان انت تعمل الفيلم الخاص بيك. ممكن تقول له انا عايز احط اكتر واحدة، او عايز احط لاين بليسمنت. او ممكن تقول انا عايز احط اشخاص. ممكن تقول عايز احط شخص واحد. وهكذا. برنامج البرامج الرائعة، وتابعوا معانا قناة بيم أرابيا عشان تشوفوا بقية الدروس.